يفكر ان الجو انهم ما يعطونا المنشد ولا الشاعر زملاء يعني حقه اذا تكلم، كانوا مثلا بعضهم يعني يستهزئ ولا بعضهم يتركه، كانوا متمثلون بالبيتين اللي يقول في مجلس يجمع كرام السبالي والسالفة لا جات ما حد انشقلها، ترى السوالف لا حصل به مجالي تسمج ليا عرضت على غير اهلها. يعني كانوا متمثلون يقول الشباب مو مساعدين. ما هو عذر ابدا. شوف انا اتفق مع ابو منصور في نقطه انه بعض الشباب